يلا بدينا عادي. لا خذ راحتك يا شباب عادي. مش قلت ريالتي؟ الله ينفع بكم. نعم صح بدينا. خذ راحتكم عادي عادي. نورتنا يا حبيبي. الله عادي خذ راحتكم. صبيت قهوتها. ما في مشكلة. استريح يا زيد بس بدينا ترى خلاص. بدينا عادي عادي. خذ راحتك عادي. تبي نبدأ؟ فنجانك حطيتك فنجانك صح؟ نبدأ يا شباب ولا بعدين؟ خذوه منا. ايش رايكم يا شباب؟ متى تبغون نبدأ؟ عادي أنا ما عندي مانع ترى أنا بين يديكم. انا ضيفكم حبيبي. تبغون ابدا بديت ما تبغون ابدا؟ تبغون امشي مشيت عادي؟ لا احمد التوم مش اعطيك ربع ساعه. عندنا فلوق انا وسعودي كويس يا شيخ ما شاء الله. احمد التوم حبيبي وقت الحين. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعد الله مساكم بكل خير. يا هلا وسهلا فيكم مشاهدي تلفزيون الواقع اينما كنتم. مرحبا الله مسهلا. كيف الحال؟ هذه الليلة ليلة مختلفة، ليلة استثنائية. والله يا شباب تدروا اني قاعد اتابعكم من خلف الشاشات وانا معجب جدا بكل واحد فيكم بأمانة. كل واحد فيكم هو قناة لوحده. هو اسمع انتوا عندكم مخرج يا ليل. تعال عندكم مخرج اسمه ما شاء الله خذوه فقل له على طول ترى انا هوا يا مخرج. شنو تحية لمخرجنا. تحية لمخرجنا. يا هلا وسهلا فيكم جميعا. حرف ونغم هي فقرة بإذن الله تعالى حتكون أسبوعية كل خميس الساعة 11 مساء. الحمد لله أنه اليوم حاولنا بقدر الإمكان نجيكم أون تايم، وبإذن الله كل أسبوع نكون أون تايم. أون تايم يا أحمد التوم يعني على الوقت بإذن الله، ويعني المؤمنون دائما يكونوا في أوقاتهم. ضيوفنا الليلة لأنه الفقرة جميلة والبرنامج رائع يحتوي على نجوم كبار. والله أنا عشان يعني نكلم الضيوف قلت لازم يكونوا ضيوف يعني يليقوا بهذا البرنامج. والله اللهم لك الحمد إنه بدينا هذه الليلة بأفخم ضيوف. أنا ما أدري عاد الحلقات الجاية إيش حنسوي. أحس إنه مفترض نبدأ اليوم ونقفل لأن معانا ضيوف جيم أوفر ما شاء الله تبارك الله. شاعر المليون، منشد الشارقة، برنامج حياتك، فيش إنه تاني ما عاد باقي شيء. ما باقي الا نجيب حلوين كذا نطلع. انتوا تقدروا تمشوا سامي المانع، ابو رزيقة، كلثمي، تقدروا تروح. برنامج ايش؟ حياتك. انت اثنين حياتك واحد. حياتك واحد اها كلكم. تحية لحياتك واحد يا حياتك اثنين ما في مشكلة. حياتك اثنين لحد يصفق لي. ايه ما في مشكلة. لا ما نبغى مشاكل، ما نبغى مشاكل عائلية، خلوها بعدين. نرحب اول شيء بضيفنا شاعر المليون والمليون شاعر في داخله. الله الاستاذ المخضرم صاحب الحرف الجميل. من كثير برامج انا اكون الاول فيها دائما يسعدني هذا الشيء. يعني استانس اني اكون دائما زي ما يقولوا حجر الزاويه لانك دائما الاول يا حبيب قلبي. اليوم البرنامج اني اكون اول اسبوع له افتتاحيه، وافتتاحيه جميله بعيد عن ان يطلع برنامج لايف او ضوء. لا مكسب كنت في البشر او في الاخوان او في الاحبه اكثر من مكسب برنامج يا حبيبي. يعني انا يعني ممكن خلف الشاشه ممكن واحد ياخذ عنك انطباع جيد، واحد ياخذ عنك انطباع مش جيد، لكنك لما تجي تتعامل مع ناس مباشر يعني تجد اخوان وتجد احبه. فهذا شيء انا بالنسبه لي سعيد بهذا التواجد بينكم يا حبيبي. وشكرا لها الحميميه والروح الجميله صراحه. الله يسعدك. وانا بعتذر لك مقدما لانه الحلقه لسه حتكون ساعه ان شاء الله. بعتذر لك مقدما عن كل ما يصدر ويبدر من بعض الشباب الموجودين بالعكس هنا. لا والله بالعكس هم ترى حلوين وطيبين اخواني. ولا انا ما اقصد ولا لا ولا هم عارفين ترى لا ترى يا شباب انتوا لا تشخصنوها ما اقصدكم انتوا. انا اعرف لا انا اعرف بعض الناس يا ليل ورطت نفسي في عنده غلطتين على قولت الحماميه. ايوه احمم واحد ترى عندك غلطه حبيبي لا تقوم تسابقين انت موضوع النجوم. طيب النجوم غلطه اصلا. ونرحب ايضا نرحب ايضا بالصوت العذب الحنجرة الذهبية الله. المنشد الذي أطرب الطيرة في السماء يا ساتر مغطي اللوحة والحيتانة في البحر لا روح قبل و المهم ذهب إلى مغطي اللوحة الذئاب في الغابات والبحر. لا والله والله يا ناس ذهب وقال موال وانطربوا. تتخيلوا إنه أنا بقول لكم حاجة في كل برنامج وفي كل نسخة من نسخ برامج كبيرة سواء ابتداء من إحنا طبعا بدينا من زد رصيدك وأنت ماشي البرامج اللي جات كلها يكون في يعني شخصيات متميزة يراهن الواحد على نجاحهم بإذن الله في مسيرتهم طيلة أيام يعني مشاركاتهم الإعلامية. سعد الكلثم من أحد الشخصيات اللي أنا كنت أراهن على نجاحها واللهم لك الحمد كنا على قد هذا الرهان وهو يستاهل هذا الشيء. حضور جميل، صوت رائع،
حنجرة متميزة جدا ما شاء الله تبارك الله في كل الفنون يتقنها الأستاذ سعد الكلب. الله 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 ثاني 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 الله 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 لبيت حاج يا اخي والله صارت مشكله باسمك واسم علي الكلثم. ليه نقول له سعد الكلثم؟ انا شايف علي... انا ترى شفت المقطع الفزع بيض الله وجهك. اي والله محزن ما يحتاج ابد ابد واحنا والله من محبه نخطئ. اي والله لك. لا 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 الله يبارك فيك. هو سحب على سحب على قصدك تحسب الموضوع في خاطري. الله يسعدك والله من محبه. يلا حيا يا مرحبا لا 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 يا رب يلا حيوا يا هلا يا هلا يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله سلام حي الله هالعمان كل ابوهم السلام ما نظر حيكون ولا كيف سلام حق النظر يا جاي من بعيد اهلا وسهلا هلا هلا يلا حيوا شلونك تمام ساك طيب شخبارك منورنا حياك الله شلونك ساك طيب كيف حالك عاش ما شاء الله ما شاء الله احنا عندنا جمعتين عرفت اه والله يد الله يعزك يا رب كيف حالك طيب حياك الله سعد خلاص خش في الطريق اسحب عليهم دين بالغت ما عندي معك مشكلة هذا المايك لك مسكتك يلا امسكوا خلي معك الحمد لله كنا انا اشوف انه مخرج يحط اصلا والله كيف الحال طيب سعد المباركه والله انت تشبه علي داخل على لا لا معلي سلطان اعتبره ولدي ابشر انك انك تخلينا فقره اليوم ابشر والله هي رياليتي هي اساسا رياليتي ما في شيء ترى هو حيجي بشيء باقي رياليتي نرعى بس عشان معانا الشاهد لا والله انا مصاب باللوكيشن حياكم الله جميعا يا مرحبا لا استريح استريح ابو خالد مكانكم استريح ابو خالد استريح الله عز وجل الله يحييك ما شاء الله تبارك الله يا اهلا وسهلا فيك طيبين الله يحييك هذا كلثم نقول كلمتك عشان انا عندي هنا ترحيب طويل سعدنا بكم جميعا الله يحييك لا تحلم الله يطول بعمرك حياكم الله يا شباب جميعا واحده جلسه واهلا وسهلا في الجميع يا هلا نرحب سعد الكلثم عشان انت عندك كلمه قولها عشان دايما نرحب بالضيوف للامانه انا سعيد جدا بهذه الاستضافه واول ما كلمتني شفت الشباب الموجودين في البرنامج وتحمست اني اجي اكثر من البرنامج نفسه انا ابي اشوف الشباب قبل لا اني اصلا ادخل البرنامج يا حبيبي فلما يكون الطاقم متكامل وما شاء الله من شكلهم ومن سوالفهم تحس ان قلوبهم على بعض هذا اهم ما في انكم في برنامج ان قلوبكم صافيه ولا في احد عليه غل في احد فسعيد جدا بهذه الاستضافه الله يسعدك والله يسعدكم ان شاء الله يوفقك الله يحييك الله يطول عمرك يا رب ان شاء الله طيب الحقيقه انا واحد من جمهور هذا الشخص اللي تو جانا الاستاذ محمد بن خالد الوهيبي انا اسميه العفاسي عفاسي عمان لا والله بامانه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله من اجمل الاصوات اللي شاركت في البرامج الانشاديه وبرامج الرياليتي بشكل عام ومن اجمل الاصوات في الوطن العربي واعطيني الهاند سرعه الحقونا في الوطن العربي والعالم الاسلامي الاستاذ محمد الوهيبي شارك في مجلس الشارقه وحصل على مركز من المراكز المتقدمه وشارك ايضا في زيد رصيدك 5 صح وحصل على مركز من المراكز المتقدمه ما شاء الله تبارك الله وفي اي مكان يحضر يكون له كلمته وبصمته حياك الله يا ابو خالد يسعدك استاذ محمد اي والله والحضور الشريف الكريم وهذا عين الرضا منك حقيقه الله يسعدك ونحن ترى ما جينا الا بعدكم وانتم الاصل وعلى خطاكم نمضي ولا انت ولا انتم الاصل جزاكم الله خير منورنا والله نوركم من بعد راسي منور المملكه انه نورك يا حبيبي اولا منور انا ترى بعد الكلام استحيت صراحه ما عرفت يستحي يا ناس تحيه تحيه الرجال مستحي لكن لما انا يعني الحق يقال يعني هذا الرجل اتابع من كنت صغير الله يسعدك اسمع حفظنا منه اشياء كثيره وتعلمنا عليه وتتلمذنا على اناشيده فله الفضل يعني انا حاب اشكر اول لقاء مع استاذ محمد عباس ومع الشباب سعد وشباب الحضور اشكر الله انه من علينا بهذه اللحظه الله يحييك جزاكم الله خير نوركم اهلا وسهلا فيك شباب ايش رايكم نبدا مباشره الاستاذ علي الريض انا ما ودي اسالك ايش بطاقه الشخصيه وما ادري ايش نبي نسمع منك شيء اول شيء كلمات انت مجهزها